اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معاكم مستر بادجي، اصدقائي جوه مصر وبره مصر. ورحب بكم في عياده بادجي، وبقدم لكم في فيديو النهارده الجزء الرابع من كورس المبتدئين اللي بنتكلم فيه عن اساسيات تربيه البادجي. وكنا اتكلمنا في الجزء الاول عن التغذيه الصحيحه والنظام الغذائي، وجزء تاني اتكلمنا عن الادويه والفيتامينات، وفي الجزء الثالث اتكلمنا عن الطرق الصحيحه للتعامل مع ظهور اي مرض او اي اعراض على الطيور. في الجزء ده والجزء الرابع هنتكلم عن اسباب موت الفروخ بعد الفأس، واللي هيكون اكتر من فيديو لاننا مش هنقدر نقول كل اسباب موت الفروخ بعد الفأس في فيديو واحد. انتظروني بعد الانترو والجزء الرابع من اساسيات تربية البادجي. طبعا زي ما ذكرنا ان اسباب موت الفروخ بعد الفأس عديدة، مش هنقدر نجمعها كلها في فيديو واحد، فهنحاول نعملها على فيديوهين او 3 فيديوهات. معنى كده ان الجزء الرابع هيكون اكتر من فيديو. الجزء الاول والتاني والتالت موجودين في وصف القناة، وموجودين في قائمة التشغيل موجودة بالقناة، تقدر ترجع لهم في اي وقت. لو ما كنتش اشتركت في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل، وعشان تقدر تتابع الكورس لنهايته وتكون عندك خبرات كافية للتعامل مع البادجي. اول سبب معانا النهاردة من اسباب موت الفروخ بعد الفأس هي هجر الاهالي للفروخ وعدم اطعامها. اهم سبب ان الفروخ ما تكونش عندها تغذية صحيحة، او ما بتوصلش الغذاء ما بيوصل لهاش، وبالتالي بتموت، ودي طبعا حاجة بديهية ومعروفة. طب ايه هي الاسباب وراء هجر الاهالي للفروخ اصلا؟ علشان نعالج السبب او عشان نعالج المشكله لازم نعرف سببها. طيب ايه سبب هجر الاهالي للفروخ وعدم اطعامها؟ في طبعا اسباب مختلفه، واول سبب معانا وهو التوتر. ممكن تكون الام عندها حاله من التوتر، حاله من الخوف، حاله من القلق، عدم الامان، مش حاسه بامان في المكان، وبناء عليه هي خلاص مش هتبدأ ان هي تدخل العش ولا هتطعم فروخها، مش حاسه بالامان. وطبعا علشان نتجنب موضوع التوتر ده، ضروري جدا ان احنا ما نروحش عند القفص كتير، ما نروحش الا الضرورة عند تبديل الطعام بس، او تزويد الطعام والمية، الاكل والمية للطيور. وطبعا تجنب فتح العش تماما، مش كل شوية بقى نفتح العش ونقفله، هنتجنب فتح العشوش تماما الا للأهمية بس، سواء كانت تنظيف او غيره. طبعا فتح العش على الانثى اثناء وضع البيض او اثناء وجود زغليل بيكون ليه معايير ومتطلبات معينه، ما ينفعش ان احنا نفتح العش فجاه، لازم نعطي تنبيه للانثى. مثلا لو ضروري ان احنا نفتح العش دلوقتي، بنعطي تنبيه بسيط كده بالنقر البسيط على العش من الخارج علشان الانثى تخرج. وطبعا ما ينفعش ان احنا نفزعها، لان هي ممكن اثناء الخروج المفاجئ تقتل طيورها، وطبعا عدم احساسها بالامان ده فيه مشكله كبيره جدا، من اهمها ان هي مش هتوكل الطيور اصلا، او مش هتوكل فروخ. ويستحسن ويفضل ان احنا لما نيجي نفتح العش نختار الوقت المناسب اللي بتكون الانثى فيه خارج العش، سواء كانت بتاكل او بتقضي حاجتها. في الحالة دي بهدوء بنفتح العش، نبدأ نطلع على الفروخ لو عندهم مشكلة، نشوف نتابع التغذية، هل اكلوا ولا ما اكلوش، نهتم بالنظافة. في الحالة دي تمام، انت كده ماشي تمام، وبتقلل التوتر عن الانثى. اهم سببين هما عدم انك تكون يعني ايه، ما تفضلش رايح جاي كده على القفص، سواء القفص عامه والعش على وجه الخصوص. وبرضه لو الانثى حاسه بتوتر وخوف وقلق، وانت شايف قلقه كل شويه داخله طالعه ما بتوكلش فروخها، فتبدا ان انت تحط القفص في مكان بعيد عن الحيوانات وبعيد عن الماره. في يعني مثلا ما ينفعش تحط القفص في ريسبشن، ما ينفعش تحط القفص في طرقه او في ممر كده بين الغرف، طبعا هيبقى الناس رايحه جايه عليه، اهل البيت طبعا هيبقوا رايحين جايين عليه. لو البلكونه عندك ما فيهاش هدوء وفي ناس كتير بتطلع قصادك وتبص عليهم كده، فيفضل طبعا ما تكونش في مكان زي كده. الطيور عايزه مكان هادئ ومستقر، ما يكونش فيه حيوانات اليفه مثلا زي قطه او غيره. وبرده ممكن ان احنا نرفع القفص عن مستوى الراس، يعني يكون القفص ارتفاعه اعلى من الراس، بحيث لو حد مر العصافير ما تاخدش بالها، والموضوع ما يكونش مثلا ايه يعني مقلق بالنسبه لهم. تاني سبب من اسباب هجر الاهالي للفروخ وعدم اطعامها هو الارهاق والتعب. الارهاق والتعب ممكن يكون بسبب ان احنا بنشغل الطيور لمدة 12 شهر في السنة بدون راحة، فده طبعا بيولد تعب للانثى، فبالتالي هي خلاص ما عندهاش القدرة ان هي تطعم الفروخ لمدة 12 شهر متتالي. وكمان حتى في وقت الراحة اللي ما بتطعمش فيها فروخ بيكون فيها تحضين للبيض، وده برضو بيكون الموضوع مرهق جدا على الانثى بالتحديد.
فيفضل ان احنا نريح طيورنا خلال فصول الصيف اللي هم 6 و7 و8، ويفضل كمان لو بدأنا من نص 5 كده وننهي نص 9 بحيث ان الراحة تكون 4 شهور، ولكن الراحة الفعلية من 8 او 6 و7 و8، 3 شهور راحة، 9 شهور شغل، بيكون فيهم شهر تجهيز بتاخد منهم حوالي 4 عشوش او 5 عشوش. انا شايف ان كده حاجة ممتازة جدا، تاخد منهم 4 عشوش 5 عشوش كويسين، احسن ما يبقوا 6 و7، ولكن طبعا هيكون ضعيف جدا، والانثى اللي تعمل 6 عشوش و7 عشوش في السنة طبعا هيأثر على صحتها، هيأثر على صحة الفروخ بتاعتها. فيفضل ان احنا نريح طيورنا خلال الست او ال3 شهور دول، 6 و7 و8، وبعد كده هنبدأ ان احنا نشغلهم من اول شهر 9، ناخد منهم 4 عشوش 5 عشوش بالكتير، ولكن هيكون صحتهم كويسة والفروخ ما تموتش، ويطلع حجمهم كويس، ويكونوا متغذيين كويس وواكلين بشكل كويس. فبالتالي تقدر ان انت هتاخد انتاج منهم، تقدر تبيعه او تفرخ منه، فبالتالي هيكون انتاجك مميز، والقطرة ممكن تكون كويسة لو انت ما بتهتمش بالجودة، ولكن حتما هيجي وقت على الانثى وهتقف منك، هتعطل منك، مش هتوكل، فهتبقى خسرت الانثى وخسرت الفروخ بتاعتها. اما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب هجر الاهالي للفروخ وعدم اطعامها، وهي العامل الوراثي. ممكن تكون عوامل وراثية بالانثى نفسها، ما بتعرفش توكل كويس، ممكن تكون العوامل دي من امها، من ام الانثى دي نفسها، بتكون اكتسبتها من الام، فبالتالي هي تأكلها اصلا ضعيف. ففي الحالة دي ما قدمناش غير حل واحد بس، وهو ان احنا نغير الانثى دي. ممكن بقى نبيعها على انها للزينة فقط، يعني اللي هتبيعها له تعرفه ان هي تأكلها ضعيف، بالتالي انت هتاخدها بس كزينة ليس اكتر، خاصة لو كان الذكر ما بيساعدهاش في اطعام الفروخ. اطعام الفروخ ما بيكونش بس متوقف على الانثى، ممكن برضو الذكر يساعدها. فلو الانثى تأكلها ضعيف والذكر ما بيساعدهاش، فانت لازم وعلى الفور تتخلص منها وتجيب انثى بديلة علشان انتاجك ما يقلش وفروخك ما تموتش. بكده نكون اتكلمنا عن 3 اسباب من اسباب هجر الاهالي للفروخ وعدم اطعامها، وهي من الاسباب الرئيسية لموت الفروخ بعد الفأس. السبب الثاني من اسباب موت الفروخ بعد الفأس هو الفاش الاحمر. الفاش الاحمر ده حشرة كده بتكون صغيرة جدا، طبعا كلنا عارفينها، بتحب ان هي تعيش في الضلمة وفي الاماكن الدافية، وطبعا مفيش مكان ضلمة ودافي اكتر من العش. تواجد الفاش الاحمر داخل العش اثناء فترة البيض من البداية ممكن تسبب ان الانثى تهجر العش تماما، وبالتالي ما يكونش فيه انتاج اصلا. ولو حصل وكان فيه انتاج وبدأ الفاش يظهر على الزغاليل، طبعا اول حاجة فزع الانثى ده هيخليها تهمل الفروخ بتاعتها، وتاني حاجة الفاش الأحمر بيستهدف دم الطيور، وبالتالي هيضعف الطائر وهيموت بسهولة جدا. بالإضافة كمان إن هو لو الطائر عاش هيكون عرضة للأمراض، بسبب إن في بداية حياته كان عرضة للفاش الأحمر. وغير كده كمان الطيور اللي هتكبر مع ظهور الفاش في بداية حياتها هتكون ضعيفة جدا ومناعتها ضعيفة، وبالتالي هتكون بنيانها هزيل. طيب ازاي نتخلص من الفاش ده، وازاي نتجنب تواجده داخل العشوش؟ طبعا بيكون في اساليب معينة وطرق معينة وخامات معينة بنستخدمها علشان نتخلص من الفاش، لازم تكون بحرص ونستخدمها بحرص. بيكون في بعض المواد، هسيب لك الفيديو بتاع شرح الوقاية من الفاش والحشرات الضارة داخل العش بوصف الفيديو ده. وطبعا لازم نحط البودرة اللي هنستخدمها بطريقة معينة بحيث ان الزغاليل ما توصلهاش، كل حاجة هتكون موجودة في شرح الفيديو. وبكده اكون انتهيت من الفيديو بتاع النهاردة، واتكلمت عن سببين رئيسيين من اسباب موت الفروخ بعد الفأس، وهم هجر الاهالي للفروخ وعدم اطعامها نتيجة التوتر والخوف او الارهاق والتعب، وقد يكون عامل وراثي، وتاني حاجة وهي الفاش الاحمر واللي بيستهدف الدم مباشرة. في الفيديو الجاي هنكمل الجزء الرابع من اساسيات تربية البادجي، ونكمل باقي اسباب موت الفروخ بعد الفأس. تابع الجزء الاول والتاني والتالت، هسيبهم لك، هسيب لك رابط الفيديوهات في القناة في الفيديو، وانتظرني في الفيديو الجاي.